وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك السلام. تفضل يا أختي. عليك السلام يا أبا العبد الله. سمحتي فضيلة الشيخ، دلوقتي يعني ممكن أطيل شوية في السؤال؟ إيجاز والله، لأن أسئلة سريعة، المفترض أنها تكون أسئلة سريعة. السؤال الخاص ممكن على الرقم الهاتف الخاص. تمام. هختصر قدر المستطاع. في زوج طلق زوجته، وبعد لا يريد يعني مفارقتها، وذهب إلى أهلها ويجلسون في نفس المنزل، كل واحد في طابق. هو طلق التطليقة دي الطلقة الثالثة، يعني انتهت التطليقات الثلاثة. تمام. فهو لا يريد. قول صحيح تاريخ الله. بيت الأهل. صحيح تاريخ. لأن في بنت لسه لم تتزوج. ايوه. وبعد هو لا يريد الإنفاق. يعني هو الآن انتهت العلاقة الزوجية بينهما. تمام. وبتت، يعني طلقت آخر ثلاث تطليقات. تمام. وأنه معضلها لا يريد أن يطلق رسميا. لا، لا يريد أن يطلق رسميا. إيه، ولا ينفق. ولا يريد الإنفاق. إذن هو رجل ظالم. ما السؤال؟ السؤال، هي دلوقتي الزوجة هي اللي تنفق، وهي اللي تنفق على البنت. طب ما السؤال؟ حددي السؤال. خلاص عرفنا المشكلة. ما السؤال؟ الزوجة هل ترث فيها أو لا ترث؟ لا ترث، تأخذ مظلمتها فقط.